دايرين كلشي بخير هانيين. هذا واحد الصديق صاحبي زعما سنين ما شفتوش، كان في تركيا والله يلا جا عندي هاد الايامات توحشتو ما نكذبش عليكم، ها هو والله العظيم شي 6 سنين ما سقيت بكافي صراحه والله العظيم، دوز معايا شي ايامات زوينين وعرض عليا نمشي معاه في تركيا، ولكن الظروف والعائله والوليدات ما لقيت ما ندير صراحه والله العظيم، الا بغيت نمشي معاه ونستمر نضرب شي دوره ونديروا شي تفويجه. ها هو هو السي احمد، بغيت نهضر معكم بالتركي، نهضر معكم بالتركية. المرة الجاية غنمشيو أنا وياه مراد على مدار عبد الحي ميماتي. ها هو السي أحمد، قول لهم شي كلمة للجمهور ديالنا. تحياتي لكم المتابعين ديال الأخ خالد، كنتمنى إن شاء الله أنكم تدعموه وتوقفوا معاه. تحياتي لكم، كنتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة طول العمر ونعقدكم كاملين، وما تنساوش الأخ دعمو بارطاج جيم. شكرا لكم، تحياتي لكم صراحة.